غزه رغم انه موجود داخل مقر المحكمه، فاخبره بانه يمتنع. طلبنا من السيد الرئيس يقولنا السبب اذا كان مريض او مستعد نفسيا الموضوع، اما اذا كان يمتنع من اجل الامتناع او التحدي فهذا موضوع اخر. وذكرنا بان قانون الاستراحه الجنائيه صريح في مجال الجنايات، المتهم متابع بجنايه اما ان يكون حاضرا واما المسطره غيابيه. اذا كان معتقل يحضر، اذا كان في حال صراح ولم يسجل بالسعي يتم احضاره بالقوه العموميه فلا بد من حضوره الى قاعه المحاكمه ليمارس حق الدفاع باعتباره مقدس. والقانون كيلزم الرئيس ان في حد يندره، واذا امتنع يحضره بالقوه العموميه. هو امتنع بدون سبب هكذا كما صرح سابقا بانه لا يحضر مرافعه الطرف المدني وكانه مدعو الى حفل. والحاله متعلقه بمحاكمه والحضور للمحكمه، وخصو يحضر قرارات المحكمه، والسيد علي خصو يحضر المحكمه لان الحضور الى المحكمه ماشي لطرف اخر. ولكن للاسف لم تكن له الطاقه لتحمل كما قيل صوت الضحايا او انينهم او ما كشفوا فيه من تصرفات وسلوك، فلم يتحمل. انا استدري اذا كان الانسان ما داير والو قول لي بغيت، ولكن اذا كان داير راه ما يتحملش العيوب ديالو. هذا هو المشكل اللي خلاه يمتنع. المحكمه بعد نقاش طويل احترم القانون، قالت له غنحضروا بالقوه العموميه. للاسف لا احترم لا المحكمه لا قرار المحكمه، مد لا بيعود المشروع هكذا ما نحضرش بدون سبب خلاف القانون. احنا شفنا محاكمات تاع رؤساء دول حضروا الجلسه واحترموا القضاء وتحاكموا، فما عندها حتى معنى. كيجي متهم كيحضروه ما مريض ما عنده مشكل وما نحضرش، يعني التحدي سافر للقضاء. علاش؟ قال لك اسيدي راه خيتها هانور. والحال ان الجلسات السابقه كان الدفاع تاعو كامل، ما عمرش واحد حتى على اهانه او كلمه كانت خارج السياق. لا المحكمه طارت انتباه، لا هو قال شي حاجه، لا الجلسه السابقه بدات وصلت به الامور انه يتحدى القضاء ولا يقاطع دفاع الطرف المدني بعد ما وصفهم بدفاع فاشل، بعد ما هان في صحافته والمأجوره الضحايا وداخل القاعه عن طريق دفاعه حيث حمل الضحايا في سياره الاسعاف بالاهانه ظلما. ولكن الان يصفون افعاله والجرائم المتابع بها وليس له لا القدره ولا الشجاعه على مواجهه هذه التهم. وهذا هو المنيب، المحكمه اتخذت القرار الصريح اللي غتحضر بالقوه العموميه. دار الفوضى موضوع اخر، الجلسه السابقه كيقاطع الدفاع، بغى يمارس السلطه حتى هو كيمارس السلطه على الدفاع ديالو، كيخطط خطط فاسده، بغى دابا يتحكم في الطرف المدني، في الضحايا وحتى في دفاعهم، بعد ما هانهم وصفوا في جريدته بدفاع فاشل. الان بغى يتحكم، ولكن المؤسف انه ليس له القدره على التحمل ولا الشجاعه على مواجهه التهم، وهذا امر مؤلم. طبقا للقانون لممارسة حقوق الدفاع، لان هادشي ماشي رانا نهوى الاشخاص، مشاو عنده قالوا غنحضروا القوه فاذا حضر. قال له انا كنت نحضر وسمعت كل شيء، سمعت كلام السبيه وكذا، هادشي ما بحضرش. قال له ودي شوف انا ما سمعنا حتى شي كلام يمسبي، وحنا ما نسمحوش باي واحد يمس واحد في كرامته. حنا كنناقشوا القانون وحراس الدفاع، الدفاع عنده حصانه وعنده حدود، لحد الان ما سمعنا والو، دفاعك ما احتش وما كان حتى شي حاجه، فتخلق السبب باش تغيب. قال له علاش؟ هذا قال لي يحاسبني الاستاذ حجي على ما ينشر في جريده، ما بقاش مسؤول قانوني. ولكن اللي معاك هما اجراء ديالك اللي درتهم بلاصتك، هما اللي انت اللي كتسير عن بعد، انت اللي كتاخذها كوسيله باش تمس بعض الاشخاص والكرامات تاع الضحايا وحتى دفاعهم. لذلك كيواجهوك يا ودي الجريده ديالك، واخا انت ماشي مسؤول قانوني، ولكن هذوك اجراء عندك، هذه غير واحد الوزاره في سميتهم بس لان انت في السيد، ولكن كتمر في هذا اللي بغيت، اش ما يحاسبوكش؟ كيف ودي ها اللي اذا قلت انت الاهانات راه انت اللي كتهين عبر الصحافه تاعك في السجن، الاخبار وبعض الناس المسخرين كيديروا اشياء كتمس بهم، ومحقو يقول هذا الشيء، لان هذا واقع وثابت في وسائل التواصل حتى في الصحافه. والان المحاكمه تعطات الكلمه للطرف المدني باش يكمل الكلمه ديالها.